مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد في زوم على المغرب الكبير. أكدت المفوضية الأوروبية أن الجزائر تواصل فرض ضرائب على المساعدات الإنسانية الأوروبية الموجهة للمحتجزين بمخيمات تندوف. فخلال الفترة الممتدة ما بين العامين 2010 و2014 قامت المفوضية بتقييم حجم الضريبة على القيمة المضافة التي حصلت عليها الجزائر على المشتريات المحلية من السلع الموجهة لساكنة مخيمات تندوف، والذي بلغ 1,000,000 أورو، أي بمعدل 200,000 أورو كل سنة، وبنسبة 2% من المبلغ السنوي للمساعدات الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من الرباط عبر الهاتف الأستاذ دكتور محمد بن حمو، الخبير في القضايا الاستراتيجية. أهلا بك أستاذ بن حمو. أهلا وسهلا. ما القراءة الممكنة في تصريحات المفوض الأوروبي المكلف بالمساعدات الإنسانية؟ هي تصريحات وأدلة جديدة تؤكد يعني الفساد والاستغلال حتى النخاع الذي تقوم به الجزائر فيما يرتبط بالمساعدات الإنسانية واستمرارها في احتجاز بتندوف هؤلاء المواطنين الذين يعني تتاجر ببؤسهم وحرمانهم وما يمكن تسميته ضريبة العار هاته، حيث أن يعني الجزائر التي تستفيد من هاته المساعدات الإنسانية سواء من خلال تحويل وجهتها أو كذلك من خلال هذا الجانب، فهي تقوم كذلك باستغلال بشع حيث تفرض هذه الضريبة. وكما كانت الإشارة فحجمها كبير جدا، فهي بلغت 1,000,000 أورو خلال 4 سنوات الأخيرة، وتشكل يعني 2% من المبلغ السنوي لقيمة المساعدة. فبالتالي هناك إضافة كذلك أن يعني استغلال هذه الضريبة هو لا يتم بشكل موحد، بل هناك يعني تفاوت في يعني في ما يمكن اعتباره يعني نسبة الضريبة المفروضة حسب المنتوجات. وبالتالي هذه الممارسة هي ذات طابع غير مقبول، لأنها أولا ممارسة مشينة وتمس بالأساس مساعدات إنسانية، ونحن نعلم بأن المنتظم الدولي وأن يعني بالاتحاد الأوروبي المعني في هذه المحطة بالذات هي أموال ودعم من المواطنين الأوروبيين، ليس لقضية ما ولكن دعم إنساني فقط لوضع شاد تستغله الجزائر بهذا يعني الشكل البئيس وتتجر في. من الناحية القانونية باعتبار القانون الدولي للإنسان، كيف كان يفترض أن تتعامل الجزائر من أجل ضمان حكامة هذه المساعدات؟ أكيد أن هذه الممارسة مخلة بالقانون الدولي الإنساني وقواعده وضوابطه، وأكيد أنها يعني حتى من جانب الأخلاقيات الدولية والتعامل يعني الدولي هي يعني غير سليمة، وأكيد أنها فيما يرتبط كذلك بالحكامة هي ممارسات ليست بالمسؤولة وليست بالمقبولة كذلك. فنحن نعلم بأن الجزائر التي يعني جعلت من هؤلاء المحتجزين يعني داخل ترابها، وبالتالي هي تفرض هذه الضريبة، ومن هنا يتضح بشكل جلي بأن الجزائر يعني لا تساهم بأي شكل وبأي نوع من الأنواع وبأي سلوك من السلوكات يعني القيمة والسلوكات يعني السليمة تجاه هؤلاء المحتجزين بتندوف. فبالتالي سواء فيما يرتبط يعني بميثاق الأمم المتحدة أو فيما يرتبط كذلك بمبادئه وما يرتبط بضرورة التضامن والتعاون الدولي، فالجزائر تخل بشكل فظيع في هذا الجانب بدورها، وهي تقتات من هذه المساعدات على هذه المساعدات هي مصدر ربح لأطراف الجزائرية. أكيد أنه للأسف الشديد نحن أمام نظام يعني أظهر في مراحل عدة
يعني بأنه نظام يستغل كل الفرص، وهذا الاستغلال هي فقط نقطة إضافية تطفو. نحن نعلم بأن هناك العديد من التحويلات، وهناك العديد من الاستغلال للعديد من المساعدات الإنسانية، ولعل في تقرير المكتب الأوروبي لمحاربة الغش يعني أكبر دليل على ما تستغله الجزائر ومعها البوليساريو من تحويل مكثف لهذه المساعدات الإنسانية ومن استغلال لهذه المساعدات الإنسانية. نحن نعلم ويعلم العالم بشكل جلي أن يعني هذه المساعدات التي لا تصل إطلاقا إلى المخيمات، وأن جزء كبير منها يباع يعني فوق البواخر بوهران، والجزء الآخر يصل إلى يعني إلى منطقة الساحل والصحراء، حيث أن يعني هذه السلع وهذه المواد التي تدخل في إطار المساعدات الإنسانية تباع في أسواق التهريب في العديد من دول الساحل والصحراء، ولا يستفيد منها أولئك الذين وجهت إليهم أصلا. أستاذ بن حمو، في هذه النقطة تحديدا، هل يمكن أن يشكل منذ عدة سنوات تقرير المكتب الأوروبي لمحاربة الغش، هذا التأكيد الآن للمفوضية الأوروبية، هل يمكن أن يشكل إحراجا للجزائر ويفضي ربما إلى تغيير المقاربة، أم أن الأمر يستمر على ما هو عليه؟ لا، أعتقد بأن النظام الجزائري يعني هو يعيش على هذه الأوضاع بشكل جلي، سواء يعني ويمكن القول بأن أكبر ضحية لهذه السلوكات هو الشعب الجزائري نفسه في ما يرتبط بحياته اليومية وما يرتبط بتدبيره اليومي. ولكن عودة إلى الموضوع، أعتقد بأننا أمام جماعة لا تؤمن إلا بما يسميه المغاربة في لغتهم العامية طالع وكل ونازل وكل، فبالتالي كل ما يمكن أن يسقط بين يدي وبين فكي هذا النظام وهذه المجموعة هو يعني قابل للاستهلاك وقابل للاستغلال. في هذا الحال المؤسسات الدولية يمكن أن تتحرك، هل لها هامش ربما للضغط لضمان حكامة مساعداتها؟ أعتقد بأن يعني الآن وقد أصبح الأمر جليا بالشكل الذي نراه، وأصبحت هناك يعني العديد من المعلومات والتقارير والمعطيات التي تؤكد هذا الأمر. لا يمكن للمنتظم الدولي وللمنظمات الدولية أن تستمر يعني في سياسة النعامة وأن تستمر في عدم مواجهة هذا الواقع. نحن نعلم بأن هناك بعض الغموض وبعض كذلك يعني الصعوبة لدى بعض الأطراف في التعامل مع النظام الجزائري بشكل صريح وواضح، ولكن أقول بأن السيل يعني قد بلغ الزبا، وأن هناك أمر يتطلب تدخل واضح، وأن الرأي العام الأوروبي والرأي العام الدولي عليه كذلك يعني أن يجعل من هذه القضية قضية حقيقية، لأن لا يمكن للجزائر أن تستمر في خلق بؤرة صراع وأن تستمر كذلك في احتجاز ساكنة وأن تستمر في فرض كل أساليب الاستغلال على هؤلاء، فهو نوع من الاتجار بالبشر، وهو نوع من الاتجار بالحرمان، وهو هذه المأساة للأمن. محكوم عليها أن تستمر في ظل ربما تغافل المجتمع الدولي عن الوضع الإنساني للمحتجزين في مخيمات تندوف الذين تهرب مساعداتهم، تفرض عليها ضرائب من طرف الجزائر، يبقون في تندوف يواجهون الحرارة وتقلبات الطقس والفيضانات إلى غير ذلك؟ أعتقد بأن النظام الجزائري لن يغير، أعتقد بأن هناك وعي جماعي الآن وتوجه كبير لدى
فئات عريضه من يعني من الراي العام الدولي والمنظمات الدوليه لفتح هذه التلاعبات التي يقوم بها نظام الجزائر. وبالتالي اعتقد بان يعني هذا النظام سيجد نفسه لا محاله في مواجهه راي عام دولي وفي مواجهه كذلك منظمات دوليه وفي مواجهه كذلك هذه الاساليب التي اصبح جليا الان بانها لم تعد مقبوله. يكفي فقط ان نقول بان هذا الامر ليس جديد، لانه كان هذا قائم بشكل دائم، والمغرب لطالما اثار الانتباه الى مثل هذه السلوكات والتعاملات، ولكن للاسف الشديد لم يكن هناك يعني اي ردود فعل ايجابيه. ونلاحظ الان، وكان ذلك يعني بشكل قوي من خلال تقرير المكتب الاوروبي لمحاربه الغش ومن خلال العديد من التقارير كذلك، والان هذه المحطه كذلك من خلال هذا يعني فرض هذه الضرائب على المساعدات الانسانيه الاوروبيه الموجهه لتندوف، هي فعلا مرحله تحول، وان الجزائر عليها ان تخضع لقيم ومبادئ الانسانيه. شكرا لك وان الأستاذ. تخضع كذلك للقانون الدولي. شكرا لك الاستاذ الدكتور محمد بن حمو الخبير في الدراسات الاستراتيجيه، حدثتنا من الرباط، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على كرم المتابعه. الى اللقاء.